وبنكمل بقى مع حضراتكم سلسله اخبارنا، وعندنا كمان كلام مهم هنقوله عن شخص في منتهى الاهميه في تاريخ النادي. انا بتفق معاك، نوستالجيا الاهلي. وزي النهارده 2 اغسطس بس عام 1949 كان ميلاد وزير دفاع الاهلي حسن حمدي، احد افضل حقيقي من تولوا رئاسه النادي على مر التاريخ، وذلك بما حققه. بنتكلم من انجازات وبطولات كتيره جدا للعديد من الفرق المختلفه بالقلعه الحمراء، ويعتبر ايضا هو واحد من اساطير النادي اللي دافعوا عن شعار الاهلي كل وقت. يعني حسن حمدي واحد من حقيقة يا كريم من أنجح الأشخاص اللي جلسوا على مقعد رئاسة الأهلي طول الفترة، بنتكلم من 2002 حتى 2014، وقاد كمان المارد الأحمر لتحقيق عدد كبير جدا من البطولات القارية، البطولات المحلية، والأرقام أيضا القياسية اللي بيصعب تكرارها. حسن حمدي أو كما بنقول عليه يعني ويلقبه البعض يعني وزير الدفاع، تم تكريمه من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف بمنحه وسام الاستحقاق الذهبي كأفضل رئيس ناد في القارة السمراء. حسن حمدي رئيس النادي الأسبق تلمز على يد المايسترو صالح سليم العظيم، يعني لاعبا ومدربا للكرة، ثم عضوا بمجلس الإدارة وأمينا للصندوق ووكيلا حتى أصبح رئيس للنادي الأهلي، ليصبح هنا أسطورة حقيقية ورمزا لا ينسى في تاريخ القلعة الحمراء. كل سنة وحضرتك طيب يا كابتن، ويا رب يديك الصحة دايما. حلو عيد ميلاده في نفس عيد ميلاد يوم باباي. أيوة. مش عارف طبعا لما بنتكلم عن كابتن حسن حمدي، يعني ممكن حتى ندي لحضراتكم نبذة ولو مختصرة عن خلفية هذا الرجل الاستثنائي. هو حصل على بكالوريوس تجارة سنة 1973، ويعتبر واحد من أبناء ومن أهم نجوم كرة القدم في النادي الأهلي عبر تاريخ النادي الأهلي الطويل، حيث انضم لفريق الناشئين تحت 14 سنة، الكلام ده حصل سنة 62، بعدها تدرج كلاعب دولي لغاية لما التحق بصفوف الفريق الأول، وفي موسم 72 موسم 71-72 لعب مباراته الأولى قدام فريق دمياط، واللي انتهت بفوز النادي الأهلي في ذلك الوقت بنتيجة 5-2. شارك كابتن حسن حمدي مع الفريق الأول في بطولة الدوري طوال 6 مواسم، لعب خلال الست مواسم دي 107 مباراة في المواسم سنة 71-72 مرورا بقى ب 72-73 وانتهاء ب 76-77. وإن كانت الحقيقة يعني الثلاث مواسم الأخيرة هي الأبرز في حياة كابتن حسن حمدي اللاعب، وشهدت انطلاقته الحقيقية مع المدير الفني المجري الاستثنائي هيديكوتي. فاز النادي الأهلي بالبطولة في المواسم الثلاثة بمنتهى الجدارة، ونجح باقتدار في قيادة سفينة النادي الأهلي للعديد من البطولات، وحقق الفريق معاه الفوز بدرع الدوري 7 مرات، كاس مصر 4 مرات، حقق كمان معاه الفريق لقبه الافريقي الاول بالفوز بكاس الانديه ابطال الدوري، الكلام ده سنه 1982، بعدها 3 بطولات افريقيه متتاليه وابطال الكؤوس 3 مرات وسوبر المصري 6 مرات، وشارك النادي الاهلي تحت قيادته في 4 بطولات لكاس العالم للانديه. فاحنا بنتكلم على اسماء استثنائيه. ده انا فرهطت من الانجازات فرهطت من الانجازات يا حضرات. لا ما اصل احنا بنتكلم على ناس استثنائيه طبعا في وقت استثنائي في تاريخ النادي الاهلي. انا بتفق معاك، وما فيش اسم يعني كان رئيس للنادي الأهلي ما كانش يعني على قدر يعني الحدث زي ما بيتقال. الأسماء كلها محترمة، أسماء كلها يعني أدت دورها على أكمل وجه، أسماء كمان جاية بتاريخ عظيم جدا كانت بتحمله، أسماء فيها كيان النادي الأهلي وروح النادي الأهلي. فتحية كبيرة جدا أكيد، وربنا يديه الصحة مرة تانية، ومزيد ومزيد من الإنجازات إن شاء الله على الأرض نشوفها من أي رئيس يأتي لهذا الكيان المحترم العظيم أكيد النادي الأهلي.